تأثيرا بالفيروس المعدي بعد عودته وعائلته من باريس. بابا أنا خارج. كيفاش هذا خارج في الحجر الصحي؟ عندك سبب مقنع باش تخرج؟ بيانصور عندي سبارة، خرج بلا سبارة العب دومين مع صحابي. زعق بيا، ما راك تشوف شارم يهضروا في التلفزيون وقال لك راه ممنوع تخرج غير الى خارج رايح للسبيطار ولا رايح تخدم، وانت ما راك رايح تخدم ما راك رايح للسبيطار، علاه راك خارج؟ يا ودي خطيك خطيك من هضره التلفزيون راح تهبلك. انت يا وليدي ونحبك، انا نعطيك لوتوريزاسيون باش تخرج، بصح نعطيك لوتوريزاسيون اللي تروح بها للسبيطار. صبرك الحاج كنت راح نروح نصلي في الجامعة، تفكرت بلي مغلوق راح نصليها في الدار.